الضغط في لتاني مباراه فعلا في تغيير كبير جدا. والحاجه كمان المميزه حته الاستحواذ، انا شايف ان فيها تطور لتاني ماتش على التوالي بشكل احسن. دخول المباراه النهارده النادي الاهلي يمكن اول هدفين احرزهم كان في الدقيقه يعني كان لغايه 18 دقيقه الاول يعني في الدقيقه يعني 18 دقيقه كان كسبان 2-0. فدي تديك مؤشر ان دخلت النادي الاهلي استعداده مقبول. ايمن اشرف استعداده مروان عمل حلو قوي تحرك. طبعا مروان عمل فينت لتحت وراح طالع، وفي نفس الوقت كمان ايمن حطها له حلو قوي، حطها له بشكل مميز. صحيح. لان هنا دفاع امبي يا كابتن ايمن لاعب مدافع عالي قوي فسايب وراه مساحه طويله فتحطت. النقطه بس اللي انا عايز اكملها هي حته تجهيز ما قبل المباراه. دايما لما بتلاقي النادي الاهلي داخل المباراه بقوه من الاول، دي معناها ان متجهز في اوضه اللبس بشكل كويس جدا. انا بصراحه مفاجاه ليا ان احمد فتحي في حته الباك ليفت لا يعني صحيح. يعني كمل صنع هدف جميل جدا بشماله يدل انه عنده صحيح. خبرات عاليه جدا، وفي نفس الوقت يعني الموضوع سهل زي الباك رايت باك ليفت يمكن الاوفرات بس، لكن في نفس الوقت مميز جدا على طول مندفع في المساحات اللي هي خلف جونيور، لان جونيور ما عندوش مركزيه هو حسين شحات، بس هو مندفع على طول في المساحات الخاليه اللي سايبها علي فوزي. علي عربي شغال كويس، اي نعم ما فيش كثافه هجوميه قوي لكن بيلعب بثقه عاليه يعني.